مرحبا جميعا، بقول عن بقول اسلم بالنكتة خلقة. قال لكم كم بواحد هذا الشخص؟ لا ما هو نجحني مثل تالي. ايش نجحني مثل تالي؟ هذا حق تالي. قلت لك قحت شعتين عاد صغيرة. قلت لك قحت انا فيها ولا كلن؟ قلت لك قحت لي شو فيها ولا كلن؟ قد لقحت لي شو بسريتين باقي لها واحد. انا قد لقحت لي المراحل الست. هذه واحد اي باقي لها واحد. المراحل الست قد لقحت ليش الشرف وما من شغل الاطفال الحصبة الكوارث المكورات الرعوية الروتة كل الامر ذي عائلة قد لقحت لي ست مرات. ست مرات ست مرات لقحت ليش ست مرات؟ ايوة صد كيف صدق؟ ما الأول ما الغارتش حتى بالقح. انت يا حبيبتي امانة في عنقي امانة، وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد اطفاله وجهاله يعني كل الاطفال امانه في اعناقنا. لا تستهينوا بهذه الامراض ولا تصدقوا يعني بعض الكلام الذي التحسين احنا بنعرفه من زمان. اطفالكم امانه في اعناقكم وسلامتكم. قولوا باي 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 باي.